Conseil ordinaire des ministres. عقد مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رأس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، حيث درس المجلس وناقش 6 مشاريع أمر فيما يتعلق بوزارة العدل وحقوق الإنسان. فقد درس واعتمد المجلس مشروع المرسوم الخاص بتوحيد نوعية زي وشعار عمال إدارة السجون والإدماج الاجتماعي. كما رفض المجلس مشروعين قانون المقدم من وزارة العدل الخاص بتخصيص علاوات وحوافز العاملين بإدارة السجون والإدماج الاجتماعي. كما أجل المجلس مشروع القانون الخاص لمنح صلاحية استعمال الأسلحة النارية والمعدات الخاصة برجال الأمن. فيما يتعلق بوزارة البريد والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات، فقد أجل المجلس مشروع الأمر الخاص بتعديل القوانين الإعلام السمعي والبصري، والهدف من هذه الإصلاحات هو تغيير النصوص الحالية بقوانين تتوافق مع متطلبات العصر، وكذا تقوية الإطار القانوني من أجل تحسين قطاع الإعلام بالبلاد. فيما يتعلق بوزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن، أن المجلس قد درس واعتمد مشروع الخاص بمنح التجمع الزراعي والثروة الحيوانية المعروف بأجري فيرتيكات قطعة أرض بهدف تطوير المشروع وبناء مباني سكنية معاصرة إلى جانب مركز للتدريب الزراعي. فيما يتعلق بوزارة ترقة الشباب والرياضة والعمل، فقد درس المجلس واعتمد مشروع القانون الخاص بتدريب مادة الرياضة البدنية في المؤسسات التعليمية في مرحلة الأساس والإعدادية والثانوية العامة الفنية والمهنية، وكذا تحديد الإطار القانوني المنظم للأنشطة الرياضة البدنية داخل المؤسسات التعليمية. Le conseil ordinaire des ministres commencé à 10 heures a pris fin à 12 heures 4 minutes.